أكثر من 900 عارض في الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية. هذا الفضاء مخصص لالتقاء المهنيين الوطنيين والأجانب، كما يعد فرصة لإبراز أهمية المنتوج الوطني. وصلنا إلى باتيماتيك تاع 900 عارض، 550 عارض منتوج يعني محلي و350 عارض أجنبي، رقم أكثر من رقم تاع السنة الماضية اللي كنا تقريبا 750 عارض. غادي نشوف انه الباتيماتاك خدا ما كان لبس بها عند المنتجين الجزائريين والمنتجين الأجانب. الشيء الجيد في هذه السنة هو وجود الشريك الصيني اللي كان غاب على معرض الباتيماتاك لمدة 3 سنوات. نشجع جميع المنتجين يزيدوا في الاستثمار ويزيدوا نخلق شبكة تاع المناولة، يعني ريزو دو سو تريتونس. الصالون يظهر أيضا مدى استجابة المنتوج الوطني للمعايير الدولية، مما يعزز حظوظه في الوصول إلى السوق الأجنبية. عندنا منتوج اللي نقدر نصدره يعني بطريقة سهلة، وهنا اللي قلت نشجع المستثمرين، قانون الاستثمار اللي هو الآن قيد التطبيق، اللي يترجم إرادة الحكومة ولا إرادة الدولة في تشجيع المواطنين اللي حابين يديروا استثمارات. باتيماتيك واحد من أهم المواعيد التي تحتضنها الجزائر في مجال البناء، محطة تمكن من خلق فرص الاستثمار والشراكة، كما تسلط الضوء على منتجات وابتكارات المؤسسات الجزائرية.